وينضم إلينا من الوازعية قائد المقاومة الشعبية في المديرية الدكتور فضل الحيقي. مساء الخير دكتور وأهلا بك معنا. كيف هي جبهة القتال اليوم بعد التقدم الكبير الذي أحرزته الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ذباب وباب المندب والوازعية؟ مساء النور أخي الكريم. والله بالنسبة لجبهة الكدحة الذي الآن تدور الاشتباكات والضرب بالهاونات على منطقة الكدحة، الآن قوات المقاومة والجيش الوطني تتقدم وتسيطر على منطقة الرونة وجبل الروي ومنطقة الحناية. الآن الأمور يعني أخذنا عدة أماكن ومواقع متمركزين فيها. هم طبعا في منطقة الرونة اليوم برضو جرح القائد حق الجبهة وأخذ الطاقم حقه نعم مع المقاومة. المهم الأمور تتقدم شيئا فشيئا، وإن شاء الله خلال يعني الساعة القليلة القادمة سيكون هناك تقدم، سيحرزون المقاومة في كل مكان. بدأت الجبهات من جهة الجنوب الآن بدأت تتحرك من بعد العصر، وبعد المغرب اشتدت المواجهات هناك من جهة الجنوب. نعم. من جهة بني عمر برضو جبهة راسن وبني عمر الآن بدأت تتحرك، فالأمور إن شاء الله مبشرة بخير. خلال اليومين القادمين سيكون هناك أشياء جديدة نعم ملموسة على الواقع. نعم. طيب دكتور، فيما يخص مركز مديرية الوازعية، هل بتم قريبون من استعادته؟ مركز مديرية الوازعية سيكون من عدة اتجاهات تحرير مديرية الوازعية إن شاء الله، من ثلاثة اتجاهات رئيسية، وهي جبهة الوازعية التي عبارة هي سابقة من قبل وبقيادة الأخ يعني عبد الغني محي الدين من جهة الجنوب، والجبهة الثانية وهي جبهة راسن وبني عمر، والآن الجبهة الجديدة التي بدأت من أمس يعني جبهة الكدحة، فهذه إن شاء الله ستكون هي التي ستحرر مديرية الوازعية إن شاء الله. نعم دكتور فضل، ربما هذه المرة تبدو عملية التحرير جادة، أليس كذلك؟ لا سيما بعد ربما الأشهر الماضية كانت هناك خذلان كبير، أو يعني الدعم كان قليل بالنسبة لجبهة الوازعية. هذه المرة هل باتت المعدات التي بأيديكم قادرة على مواصلة هذه المعركة حتى تحرير الوازعية؟ هذا ما نلحظه في هذه الأيام إن شاء الله تعالى. يعني نشكر دول التحالف على ما قدموه ويقدموه من الدعم الذي يمكن إن شاء الله من تحرير الوازعية، وليس الوازعية وإنما تعز واليمن بشكل عام. شكرا جزيلا لك قائد المقاومة في مديرية الوازعية الدكتور فضل الحيقي.